الزواج افضل وشي حلو مرتب وزفه نهريه يعني ايش اقول لك تونس اولا تونسنا احنا كعرسان ثانيا الناس اللي وياك فرحانه بالزفة إن شاء الله أربع زوارق عدد كبير سعة 40 راكب وزورقين مرافقة للإنقاذ وزورق الفي آي بي اللي يكون به العرسان كانت هناك حفلات زفاف نهرية في محافظة البصرة الكل يتذكر ذلك نحن نسعى للعودة بهذه الذاكرة الجميلة وهذا الزمن الجميل